السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيك يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا حبيبي معنا الدكر البط اهوت اللي نضفناه معاكم في الحلقة اللي فاتت، هنعلق عليه النهاردة اهوت يا حبيب قلبي، وهوريكم ازاي بعلق عليه او بشوحه ازاي علشان حبايبي اللي هما مبتدئين ما بيعرفوش يطبخوا البط بتاعهم. هقول لكم ازاي يا حبايبي وهمشي معاكم واحده واحده كده، وتعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه يا حبايب قلبي قبل ما اعمل اي حاجه هقول لكم، الدكر البط دوت انا غسلته ونضفته ونقعته في الخل والليمون والملح طبعا، وطبعا لو عندك برتقانيه ولا اي حاجه اعصرها عليه في الميه اللي هو منقوع فيها، بتديله ريحه حلوه قوي، بتضيع ريحه الزفاره، وبسم الله ما شاء الله ما بتخلوش اي ريحه ولا اي حاجه. يلا يا حبايبي، انا معايا الحله اهيت مولعه عليها، حطيت الدكر اهو يا حبيب قلبي وولعت النار. طبعا قبل ما احط اي حاجه هحط، طبعا هوريكم البهارات الاول اللي انا هحطها معايا يا حبيب قلبي. معايا فلفل اسمر، ومعايا حبهان، ومعايا ورق لورا، ومعايا بهارات لحمه، ومعايا ملح اهوت. طبعا في زعتر، اللي حابب يحط زعتر يحط، بس انا ما بحبش احطه لان برضو ما بحبش، انا كنت بحطه الاول بس لقيته يعني مش بدي برضو طعم حلو كده للشرب. معايا هو يا حبيب قلبي الورق اللوري هنزله كده زي ما انتم شايفين. معايا الحبهان، طبعا هحط الملح والفلفل الاسمر، وحاجه بسيطه خالص من بهارات اللحمه كده تدي نفس. طبعا هتحط الدكر عشان الحله ما تتحرقش منك او الدكر يشيط منك ولا حاجه، هتحطي ربع كوبايه بسيطه خالص ميه علشان اول ما تنزلي ما يتحرقش منك على طول. ربع كوبايه بسيطه خالص يا حبايب قلبي، يعني معلقتين ميه كده بس، ايه علشان ما يتحرقش منك اول ما تيجي تشوحيه، وبعد كده مش هتحطي ميه خالص الا قرب ما يجي يستوى بقى. معايا يا حبايب قلبي طماطميه متقطعه اهيت، معايا البصل احطه في قلبه بصلية كده علشان يشيل ريحة اي ريحة ولا حاجة. ما تنسوش برضو في قلب الدخل من جوه تحطي معلقة ملح عشان طعم اللحمة بتاعته تبقى حلو في قلبه من جوه كده يا حبيب قلبي. تمام كده، هقفل بقى عليه حبيبي لغايه ما يستوى ويشوح وياي، وبعد كده هنفتح نشوف عملنا ايه. وبقت معاكم اهو يا حبيبي بعد ما الدكر قرب على السوى، هبدا اقلبه على الوش الثاني لان بسم الله ما شاء الله يعني منه شامورت استوى على طول. وبسم الله ما شاء الله يا حبيب قلبي الريحه طالعه ما اقولكيش عليه، ليه؟ لا ريحه زفاره ولا ريحه ولا له ريحه حاجه يعني ابدا، ريحه جميله جدا. والسر يا حبيبي ان انا زي ما قلت لكم ان انا بشيل المنطقه دي كلها خالص، بشيلها خالص كده خالص، يعني يا دوبك بسيب الحته دي عشان اكتف منها بس الذكر. ده السبب ان اي زفر عندك بتيجي تطبخيه ما بيبقاش له ريحه زفره خالص. هقلبها اهو قدامكم زي ما قلت لكم، لا زودتوا ميه ولا زودتوا اي حاجه، يا دوبك اللي خد وده مع بعضه كده في التشويحه. خلاص بعد ما قلبته معاكم يا حبيبي هغطي عليه بقى، ياخد شويه سوا من الصدر كمان، وبعد كده ايه ازوده بقى الشوربه بتاعته. ما شاء الله يا حبيب قلبي معانا الدكر استوى اهوت. عايزه تختبري الدكر وتشوفوه استوى ازاي، بتغرزي كده سن المعلقه كده في صدره، غرزت وياكي هتعرفي ان الدكر استوى وياكي. هنطلعه بقى خلاص على كده يا حبيبي. طبعا بعد ما زودنا الدكر ميه وعمل شوربه معانا اهوت، وبسم الله ما شاء الله الشوربه بتاعته صفرة وجميله اهيت، هنطلعه بقى وهنحمره في الفرن، وهقول لكم بقى الخلطه بتاعه التحمير بتاعته وهرجع لكم تاني. هبدا بقى يا حبيبي هعمل التتبيله بتاعه تحمير الدكر. معايا يا حبيب قلبي معلقه صلصه اهيت، عليها معلقه خل ونص معلقه زيت،
معايا طبعا نص معلقة بابريكا، معلقة صغيرة ملح، ومعايا فلفل أسمر، ومعايا كزبرة، حط كل ده على بعضه، ومعايا تتبيلة فراخ. هبدأ أقلبي حبيب قلبي التتبيلات دي كلها على بعضها، حط لها معلقتين مية كده صغيرين كده، خلطها بعض يا حبيب قلبي. لو عندك فص توم ممكن تحط لها فص توم مفروم برضو، نديلها نفس حلو. وهبدأ أدهن الدخل اللي عندي قبل ما أحطه في الفرن. هدهن الدكر بتاعي حبيب قلبي بقى كده بره وجوه عشان يدي لون احمر حلو للدكر. الخلطة دي حبيب قلبي بتخلي لون ذهبي احمر جميل جدا وهو بيتقلى في الفرن. خلاص خلصته بالمنظر اللي كده. خلاص كده حبيبي دهنته بالتتبيله بتاعته اهيت. خلاص بعد كده بقى هاخده ادخله على الفرن على طول تحت الشوايه، واما يطلع هوريه لكم ان شاء الله. وده يا حبيب قلبي الدكر البط بعد ما خرجته من الفرن بقى بالمنظر ده كده، بعد ما دهنته بالخلطه اللي انا عملتها قدامكم. وده المنظر النهائي خالص يا حبيب قلبي للدكر. ولو عجبكم الفيديو باذن الله ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان يوصلكم مني كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.